بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ. مساء الخير، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج أنا الوطن وآخر حلقات عام 2019. كل سنة وحضراتكم طيبين. عام مليء بالأحداث، بالملفات المهمة، بالمحطات العديدة اللي توقفنا عندها، ولكن إن شاء الله تجاوزناها بكل خير وسلام. شهدنا العديد كذلك من الأخبار المفرحة والجميلة والأحداث الملفتة أيضا. شفنا الدولار بسعره بدأ ينزل، شفنا الاحتياطي النقدي بدأ يعلى، شفنا مشروعات قومية كبيرة بدأت تدشن وتفتتح وتشتغل وخيرها يبقى يعود على المصريين. شفنا وضع حجر أساس لمشروعات عديدة والبداية فيها. شفنا بلد تعج بالنشاط والحيوية والقوة والقدرة. تحية إجلال وتقدير لكل مصري يعمل في مكان يبني ويعمر. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عندنا حلقة مميزة جدا، عندنا ملفات اقتصادية مهمة هنتكلم ماذا فعل البنك المركزي المصري في سياسته النقدية في 2019 وتوقعاتنا 2020. هنتكلم عن أداء البورصة، هنتكلم عن المعاهد الوهمية اللي انتشرت دلوقتي، وعندنا ملف حلقتنا ملف مهم جدا. النهاردة أنا قاعد كده في البيت فلاقي مثلا يقول لك الشركة مش عارف مين ومش عارف أم مين كده لإبادة الحشرات، رسائل جاية لك، رسائل والتليفونات تجي لك، عايز تشتري عايز تبيع. يا جماعة تليفوني مين ادهولكم؟ محدش يقول لك، لكن هناك أصبحت في تجارة كبيرة وهي تجارة البيانات. دولتنا وحكومتنا لم تسكت على هذا الوضع، بل سعت إلى سن قانون عن المنع انتهاك البيانات والمعلومات الخاصة، أو كل سموك حرية البيانات. جايب لكم حد متخصص النهاردة ومن الضيوف بصراحة اللي أنا معجب بهم جدا، نموذج من شباب مصر الرائع. ضيفنا النهاردة أحمد زيدان، النائب عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. قصة جميلة وقصة التمثيل وأداء مشرف للشعب داخل مجلس النواب. ده هيكون بعد الفاصل إن شاء الله، لكن هنقف عند بعض التقارير والأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس اجتمع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور أحمد كجوك ونائب وزير المالية للسياسات المالية. الاجتماع تناول النتائج الخاصة بالأداء المالي خلال الفترة من يوليو لنوفمبر من العام المالي الجاري اللي هو 2019-2020. الرئيس طالب بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، الاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام، وطالب بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة. بن قوسين مهم، في تحسن اقتصادي لازم المواطن يستفيد به، ويستفيد به كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. وزير المالية أشار خلال الاجتماع إلى أن مصر تمكنت مؤخرا من تحقيق فائض أولي قدر 2% من الناتج المحلي في عام 2018-19 مقارنة بعجز أولي 3.5% من الناتج في 15-16. استطاعت مصر خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019. أي يعني ضبط مالي أو خفض مالي بنحو 18% من الناتج على مدار سنتين بس. ودي أعلى نسبة خفض الدين الحكومي للدين الحكومة العامة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بين كل الدول الناشئة على مستوى العالم خلال العامين السابقين. ما يهمنا في الأمر هو توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين خدمة جودة الخدمات للمواطن. التوجه ده أكد عليه الرئيس أكتر من مرة من خلال مطالبته بزيادة الاستثمارات لزيادة معدلات النمو والتشغيل للقضاء على البطالة وزيادة الصادرات والاهتمام بالصحة عن طريق مبادرات متواصلة لتحسين صحة المصريين وتطبيق التأمين الصحي الشامل، وكمان الاهتمام بالتعليم. يعني نقدر نقول ببساطة توجهات الدولة في 2020 هتركز على الاستثمار والتنمية من أجل توفير حياة كريمة للشعب المصري الذي يستحق الكثير، لأنه ضحى وسند بلده بشكل غير مسبوق. مش عايزين نسيب 19 إلا ما نتكلم عن
احد ابطال عمليه الاصلاح الاقتصادي والاصلاح النقدي وهو البنك المركزي المصري. السياسات النقديه وعمليه الاصلاح النقدي اللي قادها طارق عامر محافظ البنك المركزي ورجاله في القطاع المصرفي كانت من اهم عوامل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، واللي قدمت دعم كبير جدا لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتم ادارتها بحكمه لتحقيق التوازن بين سعر العمله واسعار الفايده وسعر الدولار، والنجاح في جذب مدخرات المصريين للقطاع المصرفي، ودعم او تدعيم المشروعات القوميه العملاقه، وكمان ادت المستثمر طمانينه للمستثمر الاجنبي ان في مناخ استثمار في مصر مستقر وسعر صرف مستقر بعد ان قضت تماما على السوق السوداء ووجود سعرين للعملة، واحدثت استقرار في اسعار الصرف كمان مع زيادة الاحتياطي. يمكن حصيلة السياسات النقدية وما قام به البنك المركزي في 2019 عايز اوجزه لكم في نقط محددة. نمرة واحد، دعم التوجه نحو زيادة الاستثمارات وتخفيض تكلفة المشروعات، وكمان خفض تكلفة ديون الدولة في عمليات خفض متتالية الأسعار الفايدة، وارتبط تخفيض سعر الفايدة بتراجع واضح للضغوط التضخمية، وكمان نمو الاحتياطيات. اتنين، زيادة الودائع في القطاع المصرفي مع زيادة الثقة في البنوك المصرية. تلاتة، ارتفاع القروض المقدمة للشركات من القطاع والأفراد لتجاوز تريليون جنيه. بيعكس ده ايه بقى؟ يعكس زيادة التوجه للاستثمار. سياسة انفتاحية شوية. استمرار المبادرات الداعمة للاقتصاد بهدف تنشيطه وزيادة معدلات النمو، ويمكن أهم المبادرات الجديدة اللي تمت مؤخرا إطلاقها هي السلسلة المتعاقبة. كانت المبادرة الخاصة بدعم الصناعة وحل أزمة المصانع المتعثرة اللي بتشمل أكثر من 5000 مصنع من المصانع الصغيرة والمتوسطة. خمسة، ارتفاع الاحتياط النقدي لأعلى مستوى في تاريخ مصر، تجاوز ال 45 مليار دولار، حقق استقرار كبير في أسواق الصرف. ستة، اتجاه الدولار للتراجع، ده انعكس إيجابي على أسعار السلع والخدمات وساهم في تراجع واضح للتضخم. سبعة، استمرار سداد مستحقات الشركات الأجنبية بشكل منتظم مما أدى لزيادة الثقة عالميا في الاقتصاد المصري. 8، ارتفاع تصنيف مصر الائتماني بدعم من زيادة الاحتياطي وتوفر العملة الأجنبية واستقرار أسواق الصرف. ده بعض مما تم إنجازه في عام 2019 من قبل البنك المركزي المصري وسياساته، ونتوقع أن تستمر سياسات البنك المركزي بقيادة السيد طارق عامر في عام 2020 نحو التوجه إلى تحفيز الاستثمارات، وذلك باستمرار التوجه نحو خفض أسعار الفايدة ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بمبادرات جديدة ومتواصلة من البنك المركزي المصري بقيادة السيد طارق عامر، اللي طبعا تم التجديد ليه الأسبوع الماضي لأربع سنوات جديدة. بنبارك ونهني ليه ونهنئ للقطاع المصرفي هذا الإنجاز الكبير، ودائما بنقول القطاع المصرفي هو الصخرة الصلبة اللي بيستند عليها اقتصاد بلدنا. موضوع كده مهم قوي، وهو يعني بصراحة يعني شدني كده تابعته، يعني أعيب على السادة الإعلاميين إن إحنا لما نيجي نتكلم في موضوع أو ننتقد شيء أو ننتقد موضوع أو حدث أو قضية أو إلى آخره، أن لا نلجأ للأساليب الشعبوية وتسخين الرأي العام، لأن ده شيء عفى عليه الزمن وماضي. أحد البرامج التلفزيونية تحدث عن قضية اقتصادية هامة بيتم التعامل معها بمنتهى الحرفية. الهجوم كان مقصود منه شخص السيد دكتور مدحت نافع رئيس القبضة المعدنية. أحد البرامج طلع علينا الزميل الإعلامي السياسي طبعا الكبير، وقعد يتكلم وينتقد وبيتكلم عن شركة حدود الصلب المصرية، اللي يعني كما قال زميل الإعلامي
اللي كلنا عارفين ان هي حاليا هذه الشركه موقفها اقتصاديا صعب، ولم تشهد ارباح من 30 سنه، وعليها ديون واعباء بيخلي انتاجها بالشكل الحالي والوضع الحالي ما هو الا مزيد من الخساره. للاسف الشديد الزميل الاعلامي اللي اثار الموضوع بشكل طبعا ما اعرفش ازاي ذكر عدد من المعلومات الغير دقيقه، يعني هاجم رئيس شركه قبضه مدحت الدكتور مدحت نافع، قال له انه بيحاول يدمر شركه حلو الصلب زي ما دمر القوميه الاسمنت. يا راجل حرام عليك، هي القوميه الاسمنت دمرت وهي حلو الصلب لسه عايزه تتدمر؟ يعني بلاش يعني الكلام الشعبوي ده. من البديهي كمان الكلام من بدايته غلط، لان شركه القوميه الاسمنت اللي تم التعامل معاها بشكل حرفي واقتصادي سليم لا تتبع القبضة المعدنية بل تتبع القبضة الكيماوية، ولا علاقة لمدحت نافع بيها. تاني حاجة معلومة كمان قالها، قال لك انه ذكر انه دكتور مدحت نافع رئيس القبضة المعدنية سبيل تدميره للشركة قام بتغيير رؤساء الشركة الحلو الصلب 5 مرات، ولكن الحقيقة ان المجلس الحالي للقبضة انهى تكليف احد رؤساء الشركة الغير معينين وقبل استقالة اخر غير معين. يعني اللي عايز اقوله لزميلنا ده، يعني ارجو انك قبل ما تتناول هذا الملف بعيدا عن حسابات انتخابات او سياسه او الكلام ده كله، لازم تقرا وتفهم ما يدور هذا الملف تحديدا. وتم اعلانها رسميا عده مرات، ومن خلال برنامجي تم اعلانها، يتم دراسته وتناوله على اعلى مستوى من الحرفيه والنزاهه والوطنيه، حيث شكلت لجنه برئاسه السيد مساعد رئيس الجمهوريه ودون تدخل من اي طرف. وايضا ذكر الزميل الاعلامي ان رئيس القبضه مدحت نافع بيختلف ويعاند قرارات الجمعيه العموميه للشركات التابعه متجاهل يعني ايه هو ده؟ ازاي في نفس الوقت يعاند ومش عارف ايه ويخالف وهو رئيس الجمعيه العموميه للشركه القبضه والشركات التابعه؟ والاداره الحاليه لقطاع الاعمال بشكل عام وتحديدا كمان المعدنيه هي اولى الشركات بصراحة من الشركات، والوزارة بتضع نموذج وضوابط كثيرة في عملية اتخاذ القرار سواء في التطوير أو إعادة الهيكلة أو حتى اختيار القيادات اللي بتعمل اللي بترأس الشركات ويدير الشركات. وننوه كمان إن القبضة المعدنية بقيادة مدحت نافع أول من أسس لإحالة المخالفات اللي كانت زمان زمان أيام الفوضى بتعتبر إدارية تحولت النيابة العامة والجهات الرقابية. نداء للسادة الزملاء والإعلاميين والصحفيين عدم الخلط من الأمور وعدم تبني خطاب شعبوي في قضايا حساسة وشائكة وفي توقيت صعب، وإننا إحقاقا للحق لم نرى طوال 40 عاما الماضية اهتماما بقطاع الأعمال العام وشركاته ورغبة أكيدة لإعادة إدخاله مرة أخرى في منظومة الاقتصاد والإنتاج للإناش لغال السنتين الأخيرتين بدعم وإرادة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة دقيقة من الدكتور مصطفى مدبول لرئيس مجلس الوزراء وأداء بحرفية شديدة من السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وفريقه في الوزارة ورؤساء الشركات القابضة. بأمانة وأنا قريب من هذا الملف من 30 سنة، يعني أعتقد اللي بيتم نجاح كبير ولازم يتم التأني في التناول، ما ينفعش إن أنا أقول أي حاجة وخلص. خبر مهم جدا، البنك الاهلي المصري يستحوذ على فاروس لتداول الاوراق الماليه. ده خبر مهم جدا للبورصه وقطاع الاستثمار، يؤكد اهتمام الدوله بالبورصه وان عام 2020 هيكون افضل لسوق المال المصري. الخبر بيقول شركه الاهلي كابيتال القابضه الذراع الاستثماريه للبنك الاهلي المصري اكبر بنك في مصر وقعت النهارده عقد استحواذ على شركه فاروس لتداول الاوراق الماليه. فاروس واحدة من أكبر بنوك الاستثمار في مصر. السيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك أكد على أن عملية الاستحواذ تأتي في إطار خطة البنك الأهلي المصري لإنشاء بنك استثمار متكامل من خلال شركة الأهلي كابيتال القابضة. خدوا بالكم بنك استثمار متكامل ده ضمن إيه؟ استراتيجية البنك في التوسع في الخدمات المالية غير المصرفية، هدفه جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية. كمان اعلن السيد هشام عكاشة عن قرار مجلس ادارة شركة الاهلي كابيتال القابضة بترشيح كريم سعادة العضو المنتدب للشركة كرئيس غير تنفيذي لمجلس ادارة فاروس للاوراق المالية،
أكد كمان على أن الدور الحيوي لشركة الأهلي كابيتال القبض خلال الفترة السابقة اللي يبلغ رأس مالها 5 مليار جنيه تتجاوز استثماراتها 9 مليار جنيه تمثلت في مجالات البتروكيماويات والصناعات الزراعية والخدمات الطبية ومواد البناء والمجمعات الصناعية، وساهمت كمان في إنشاء العديد من الشركات الجديدة زي الشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته والأهلي للخدمات الطبية والأهلي لإصلاح وزراعة الأراضي، بالإضافة للقيام بدور محوري كشريك رئيسي ومستشار مالي في أكبر مشروع زراعي وصناعي في المنيا لإنتاج السكر بتكلفة استثمارية بلغت مليار دولار مع أحد أكبر المستثمرين العرب المتخصصين في المجال ده. للحقيقة الخبر ده بيعكس عدد من النقاط والمحاور المهمة، هي اهتمام الدولة بسوق المال والبورصة المصرية من خلال استحواذ أكبر البنوك المصرية وهو البنك الأهلي المصري على خامس أكبر بنوك الاستثمار في مصر اللي هي فرز. ده هيخلق كيان كبير قادر على المنافسة محليا وإقليميا مما ينشط سوق المال. 2 اهتمام الدولة بالطروحات الحكومية ووجود ذراع للبنك الأهلي المصري في مجال بنوك الاستثمار هيكون داعم للطروحات وربما كمان يساهم في عمليات الاستحواذ والشراكة اللي هيقوم بها الصندوق السيادي المصري. كل التمنيات الطيبة بالتوفيق لفريق عمل بنك الأهلي المصري وبنوك الاستثمار التابعة للبنك الأهلي المصري، وحقيقي نموذج رائع من الأداء. مش ممكن نعدي هذه الحلقة ونتحدث عن البورصة المصرية خلال 2019. بنتكلم عن حصيلة 2019، تكلمنا عن القطاع المصرفي، تكلمنا عن حاجات كده كتير، ونتكلم لازم البورصة. أنا على التليفون أستاذ وائل عنبة الخبير في أسواق المال. مساء الخير أستاذ وائل. مساء النور، أهلا أستاذ أيسر، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك بخير ومصر بخير يا رب. أهلا بحضرتك. حضرتك فندم، ما هو تقييمك لأداء البورصة المصرية خلال عام 2019؟ ممكن عام 2019 من أسوأ الأعوام اللي اشتغلناها في البورصة على مدار سنين فاتت، يعني أداء سيء ومخيب للأمال. الاتجاه العام للمؤشر كان بنقول اتجاه عربي، ولكن الحقيقي كان فيه هبوط شديد في كل حاجة، هبوط في قيم التعاملات، يعني تقريبا انخفضنا 40% عن السنة اللي قبلها في قيم التعاملات، هبوط في المؤشر إي جي إكس 70، في ارتفاع شكلي في مؤشر إي جي إكس 30 حوالي 5%، ولكن لو طرحنا منه الصعود القوي للبنك التجاري الدولي هو أعلى وزن في المؤشر اللي صعد تقريبا حوالي 30% هذا العام، لو طرحناه من الصعود المؤشر إي جي إكس 30 5% يبقى إذن في هبوط كبير في المؤشر أكتر من 25% أيضا زي مؤشر إي جي إكس 70. فيمكن السنة دي كانت سنة سيئة للمتعاملين في السوق المصري، نتمنى ان 2020 تعوض ما راح. هذا السوق نتيجه لايه يا فندم؟ والله انا بقول في سببين رئيسيين، يعني طبعا السبب الاول استمرار وجود الضرائب على البورصه. نعم. احنا نادينا كتير من خلال برنامجكم بالغاء الضرائب على البورصه، احنا بورصه ناشئه محتاجه طروحات حكوميه، الرئيس اعلن مرتين عن طرح شركات الجيش في البورصه، الحاجات دي كلها مش هيستوي مع وجود بورصة ضعيفة بالشكل ده، فعندما نشط البورصة لازم ألغي من عليها الضرائب أو أأجلها على الأقل 5 سنوات إلى أن يشتد السوق ويقدر ننفذ برامج الطروحات. دي حاجة، وده حكمي وحكم جميع الخبراء متفقين فيه. الحاجة الثانية الخبراء مختلفين معايا فيه وهو حكم المحكمة. أن التعنت والتصيد وخلق البلبلة في سوق المال أدى إلى هروب الاستثمارات، وده كان حكم محكمة على أفعال وممارسات هيئة الرقابة المالية في السوق. نعم. فحاجتين بنقول عليهم أسباب رئيسية اللي هو الضرائب، وأنا في رأيي سوء إدارة منظومة خلال 2019. سريعا أستاذ وائل، إيه هو المطلوب لإنعاش البورصة في 2020؟ النظر في موضوع الضرائب وبشكل سريع. نعم. إحنا خلي بال حضرتك اللي كان أجل ضريبة الأرباح الرأسمالية كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في سنة 2016 لما ترأس الهيئة العامة للاستثمار، ساعتها كان منشئ مجلس المدفوعات؟ لا، المجلس الأعلى للاستثمار. مجلس الاستثمار، تمام.
كانت تاخد ساعتها حوالي 9 قرارات، كان من ضمنها تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لغاية 2020. خلاص احنا بعد بكرة 2020 عايزين قرار سريع بالتأجيل الجديد 5 سنين على الأقل. نعم. إلغاء ضريبة دمغة التعاملات لأن معاملة تكلفة عالية قوي على السوق، ده بالنسبة لوزارة المالية والمطلوب منها. بالنسبة للبنك المركزي أتوقع أنه يستمر في سياسة التوسعية، ودي هيبقى لها تأثير قوي بقى على السوق لسبب التخفيضات اللي فاتت ما أثرتش لأن ما زالت سعر الفايدة عالية، يعني حتى التخفيض 4.5% خلال 2019 ما زالت الفايدة 12%، وده رقم زوجي أنا بعتبره عالي. فأعتقد البنك المركزي في 2020 سيستمر في سياسة التوسعية. الحاجة الثالثة النظر إلى سعر الغاز والكهرباء الممنوح للشركات. نعم. التسعير غالي، فأعتقد لو تم تخفيض التسعير ده هينشط الشركات وبالتالي ينشط البورصة. طيب سؤال الموسم يا أستاذ وائل، توقعاتك لحاجتين، لسعر الدولار في 2020 وأنت صاحب سبق معي دائما، وأسعار وسعر الفايدة اللجنة الجاية بسرعة. احنا كنا مع حضرتك في ديسمبر العام الماضي وقلنا ان الدولار سينخفض الى 16 جنيه في 2019 وبالفعل وصل الى 16 جنيه. احنا في ديسمبر بقى 2019 بقول لحضرتك الدولار سيوصل لانخفاض وهنشوف في 2020 رقم 14 جنيه وكسر، وبعدين في 2021 هنشوف رقم 13 جنيه لسعر الدولار. يعني حضرتك بتقول الدولار في سنة 2020 هيكسر 15 جنيه لتحت، هيكسر ال 15 جنيه في 2020. تمام. وهيكسر ال 14 جنيه في 2021. توقعك لاسعار الفايده؟ اسعار الفايده انا بتوقع انها تبقى رقم فردي، يعني في حدود 9.5% او 9%. نعم. وده هو اللي مطلوب لتنشيط الاقتصاد وعمل معدلات نمو اكبر من اللي احنا فيها. شكرا استاذ وائل عنبه. 14 جنيه وكسر، وائل عنبه بيراهن ويرمي قفاز التحدي، وعن تجربه ثلاث سنتين ورا بعض رهانه بيكسب. احنا كده اعتقد فقرتنا الاولانيه خلصت، هنخرج الفاصل بتاعنا وهنرجع نستقبل ضيفنا احد شباب مصر الرائعين، امين سر لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب احمد زيدان ضيفي، هنتكلم عن حقوقك كمواطن، حقوقك كمواطن لو حتى طفل عليك واتصل بيك او بعت لك رساله او الى اخره من غير ما او خد بياناتك من غير ما ياخد اذنك انه يستخدمها، تعمل في ايه طبقا للقانون؟ فاصل ونلتقي. مين فينا ما كانش قاعد في البيت كده مع اولاده بالليل وجاله تليفون مساء الخير يا فندم، اهلا مساء النور، معاك شركه مش عارف مين، لا بنبيع ايه ونعمل ايه، طب مين ده تليفوني ده سريه ايه؟ انت مش عايز تقولي لي مين اللي قال داكي تليفوني؟ وفي نفس الوقت انا ماليش خصوصيه او سريه كمواطن، قاعد الصبح في اي مكان تجي لك رساله الشركه مش عارف مين اللي بات الفران، تهريج. للاسف الموضوع ده بقاله سنوات، وهذه الظاهره عالميا، وتجاره البيانات الشخصيه للمواطنين او للمستهلكين اصبحت موجوده، وتجاره فيها فلوس وفيها مصالح وفيها الكلام ده كله. المجلس النواب والحكومة المصرية تنبهت لده بعد حقيقة العديد من الشكاوي والاستخدام السفيه لهذه البيانات واقتحام الخصوصية واستخدامها بشكل مبتذل، وسعت لإصدار قانون إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين. هي احنا النهاردة عندنا هذا الحوار المهم حول هذا القانون اللي تم إقراره في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهنعرف تفاصيله في انتظار عقد اللجنه العامه لمجلس النواب لاصدار هذا القانون. زي ما معودناكم دايما احنا لا نكلم ولا نتحدث الا مع الناس اللي هم فاعلين في الملف. ضيفنا النهارده شاب مصري محترم، انا فوجئت لما شفته ان هو يعني انا سمعت امين لجنه اتصالات مجلس النواب، سمعت ان هو العضويه رقم واحد في مجلس النواب، سمعت انه هو نجح بالفردي، سمعت انه هو نجح في دايرة شبرا المعهد الفني، واحنا عارفين صح كانت كرسي مين ده، دايرة عتاولة، شاب مصري كان ساعتها عنده 28 سنة لما تقدم في انتخابات ونجح، ومنذ اليوم الاول لدخوله البرلمان وهو عضو رقم واحد، ومنذ اليوم الاول لدخول البرلمان وهو ابو اللجان وهو امين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشاب المصري
الرائع والواعد احمد زيدان امين سر لجنه الصالات مجلس النواب. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم وشكرا جزيلا على المقدمه ديت، يعني شكرا جزيلا لسيادتك وتشرف ليا وجودي طبعا في برنامج انا الوطن على قناه المحور وتقديم طبعا سيادتك. يعني لا احنا عايزين نعرف الحكايه بقى، يعني وسطتك مين ولا ليك وسطه ولا حاجه ولا زمان الوسطه انتهى خلاص. تمام. ايه بقى لا سريعا كده قول لنا يعني كان كانت طبعا تجربتي انا خريج اقتصاد وعلوم سياسيه. تمام. كنت اول طالب في تاريخ كليه اقتصاد وعلوم سياسيه اتولى منصب رئيس اتحاد الطلاب وانا طالب بالفرقه الاولى. تمام. ثم قررت المنصب تاني وانا طالب بالفرقه الرابعه. يعني خدت التجربه طبعا ان انا اخد تجربه الانتخابات البرلمانيه داخل دائره الساحل وهي الدائره الاولى على مستوى محافظه القاهره. كان الفضل لله سبحانه وتعالى ثم الاهلي دائرتي في وجودي داخل مجلس النواب، ويمكن زي ما حضرتك تحدثت في مقدمه ان انا فزت في الانتخابات الفرديه ودي طبعا انتخابات قويه جدا. طبعا فكره رقم واحد واثنين دي طبعا لان طبعا وفقا للتبجيد يعني الابجدي الترتيب الابجدي ان انا الف احمد، فبالتالي بقيت رقم واحد اول من يقوم بحلف اليمين الدستوريه تحت قبه البرلمان. فطبعا ده شرف ليا. انتخبت كامين سر لجنه الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في دور الانعقاد الاول، ثم قررت هذا المنصب حتى الحمد لله دور الانعقاد الخامس والاخير من الفصل التشريعي الاول 2015. جميل. التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. طيب اذا احنا بنتكلم مع شباب، بنتكلم مع شاب، بنتكلم مع حد يعاصر التكنولوجيا، بنتكلم مع حد فاهم ما يدور في الثوره الصناعيه الرابعه. انتهاك المعلومات اصبح ظاهره محليه وهو ظاهره عالميه اصلا. صحيح. وبياناتك مباحه ومتاحه وكل حاجه. عايزين نعرف اهم ملامح القانون اللي هي منع انتهاك البيانات الشخصيه اللي حضراتكم في لجنه الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات في المجلس وافقتم عليه ورفعتوه الى الامانه العامه. يمكن اقول لسيادتك طبعا كنا نفتقد للبيئه التشريعيه الخاصه بمجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات داخل مجلس النواب. يمكن لجنه الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات هي لجنه مستحدثه ضمن اللجان النوعيه لمجلس النواب ال 25 لجنه، طبعا نظرا لتحكم مجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في العديد من الامور على مستوى العالم وليس على المستوى الداخلي فقط. لجنه الاتصالات طبعا زي ما قلت لسيادتك هي لجنه مستحدثه، كان من الاهميه بمكان ان يكون هناك تشريعات تتواكب مع مجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، وخصوصا في ظل اهتمام القياده السياسيه بهذا المجال الهام والذي يعد اكبر معدل نمو داخل الوزارات الحكوميه. داخل لجنه الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات خلال الفتره الماضيه يمكن احنا تم اصدار قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات والمعروف اعلاميا بالجريمه الالكترونيه. وده طبعا من القوانين الهامه جدا، وان احنا فعلا بدانا يعني نضع مصر على خط السير الصحيح فيما يتعلق بمجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات ومكافحه الجريمه الالكترونيه، وان يكون هناك ضوابط لاستخدام السوشيال ميديا والفيسبوك وما الى ذلك. الان احنا جينا عشان كمان في دور الانعقاد الرابع بدانا في مناقشه لمشروع قانون تحت مسمى حمايه البيانات الشخصيه، وده من القوانين المكمله للدستور، قانون هام جدا. طبعا زي ما سيادتك تحدثت في البدايه ان هناك طبعا انتهاك لحريات المواطنين من خلال طبعا ان يكون هناك يعني اتصالات او رسائل بيتم ارسالها للمواطنين، وده امر طبعا لازم يكون بموافقه المواطن نفسه. احنا بنتكلم على حريه مواطنين وبنتكلم على دي تعتبر خصوصيه، ومن ثم كان من الاهميه بمكان ان يكون هناك تشريع لتنظيم تلك المساله، ويكون هناك ضوابط قانونيه لمعاقبه من يقوم بالتجاوز في هذا الامر. قانون او مشروع قانون حمايه البيانات الشخصيه حتى الان، لان احنا ننتظر زي ما سيادتك تحدثت عقد الجلسه العامه لمجلس النواب تمهيدا لاقرار مشروع القانون بشكل نهائي. يمكن كان هناك بس يعني تداول حوالين نقطه واحده فقط في مشروع القانون، لكن 49 ماده اللي خاصين بمشروع القانون تم الموافقه عليهم داخل الجلسه العامه في انتظار فقط الموافقه النهائيه. طبعا الهدف من مشروع قانون حمايه البيانات الشخصيه ايه؟ وده المهم. الهدف منه أن يكون هناك طبعا ضمانة مناسبة للحماية القانونية والتقنية لحماية البيانات الشخصية للمواطنين والمؤسسات، وده أمر في غاية الأهمية. البيانات الشخصية للمواطنين هي خصوصية للمواطن، وبيانات المؤسسات وخصوصا طبعا هناك مؤسسات داخل الدولة المصرية بياناتها تعتبر سرية تامة، وبالتالي كان من الأهمية بمكان أن يكون هناك قانون يعمل على حماية تلك البيانات وتوفير الحماية القانونية والحماية التقنية. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان من الأهمية بمكان أن يأتي هذا القانون يتواكب مع التشريعات الدولية واللي سبقتنا في المسألة دي خلال الفترة الماضية. فجئنا في هذا اليوم أو طبعا في ظل اهتمام القيادة السياسية بمجال الاتصالات ومجلس النواب أن يكون هناك قانون يتواكب مع التشريعات الدولية زي GDPR اللي هي اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية اللي تبع الاتحاد الأوروبي. فطبعا جاء هذا القانون يتواكب ويتوازى مع ما أثير حول حماية البيانات الشخصية. النقطة الثالثة،
اعتقد ان فكره حمايه البيانات الشخصيه للافراد والمواطنين وكذلك لمؤسسات الدوله هو مطلب يعتبر مطلب راي عام. طبعا سيادتك تحدثت ان انا ما ينفعش ان يكون نمرتي مستباحه للجميع، ده امر غير مقبول بالمره، ولكن لابد ان يكون هناك طبعا ضوابط ان انا من حق ان انا كمواطن ان انا اقول انا عايز استقبل ايه او مش عايز استقبل ايه، ما يبقاش مجبر على حاجه. يمكن اوضح لسيادتك خلال الفتره الماضيه وفي ظل قبل طبعا العمل في هذا مشروع القانون، كان هناك ضوابط فيما يتعلق بمراقبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الـ NTRA لضوابط تلك المسألة، وأن يكون هناك شكوى من جانب المواطنين أن أنا بتعرض مثلا أن بيوصل لي رسائل مثلا إبادة الحشرات وما إلى ذلك. يعني مزعجة قوي بالظبط كده، وتلاقي حضرتك بتوصل لك بكميات كبيرة. تمام، لو بقى يشكلوا مرة مش عارف مصرية لإيه، مرة الايه المصرية، يعني عارف أنت إيه بقى، يتحايلوا بقى بالظبط. صدر حكم التغريم من محكمة الاقتصادية لسه النهارده تأييده، يعني صحيح، لان المحكمة الاقتصادية حتى في ظل هذا القانون هل هيكون ليها المحكمة الاقتصادية المعنية؟ صحيح، جميل قوي، وفقا هذا مشروع القانون الحالي. تمام، يمكن اقول لحضرتك على حاجه برضو، قانون حماية البيانات الشخصية هيعمل حاجة مختلفة جدا. اولا هينظم فكرة المتحكم في البيانات. انا مش عايز اتكلم بشكل تكنيكال قوي عشان طبعا نوصل للمواطن بشكل سلس، يهمنا يهم المواطن، المتحكم في البيانات ومعالجة تلك البيانات، ان هيكون هناك على الجهات او المؤسسات اللي هيطبق عليها هذا القانون ان هيكون هناك تعيين مسؤول اسمه مسؤول حماية البيانات الشخصية، وده حاجة جديدة. مسؤول حماية البيانات الشخصية، ايه المنصب ده يعني؟ طب المنصب ده هيئة ولا وزير او مسؤول؟ لا لا خالص، ده وظيفة. وظيفة. يمكن اقول لحضرتك على حاجة، هناك هيكون هناك مركز اسمه مركز حماية البيانات الشخصية، دي هيئة عامة مستقل. مركز حماية البيانات الشخصية الهدف منه ان هو يطبق هذا القانون. تمام، ويصدر اللائحة التنفيذية الخاصة به، يرأسه الوزير المختص وهو وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات بوجود عدد من الممثلين من جهات الأمن القومي والجهات التابعة والجهات المهتمة بحماية البيانات الشخصية زي هيئة الرقابة الإدارية، زي بعض الجهات الخاصة بجهات الأمن القومي. كل الكلام ده هيكون البنك المركزي هيكون ليه دور طبعا، لأنه طبعا لديه بيانات للعملاء فيما يتعلق بحساباتهم وسرية حساباتهم وكل الكلام ده. فطبعا ده من شأنه أن أنا بحمي المواطن وبحترم حقوقه وحرياته كدولة، وبحميه من انتهاك حريته وخصوصية بياناته، سواء بياناته فيما يتعلق بالقطاع المصرفي أو حتى بياناته الشخصية. يمكن حضرتك بتلاحظ على مواقع التواصل الاجتماعي بيكون هناك طبعا بيانات مكتوبة، الاسم بالكامل، المواطن نفسه هو اللي بيدخل البيانات دي، التليفون، العنوان، الوظيفة، فكل الكلام ده كله من شأنه أن يؤدي لانتهاك حقوق المواطن وحرياته الشخصية. وبالتالي كامل الأهمية بمكان زي ما قلت لسيادتك أن يكون هناك قانون أن أنا أجرم أي حد هيقوم بانتهاك حقوق وحريات المواطن أو حقوق وحريات أو سرية البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة، أن يكون هناك مشروع قانون يؤدي عقوبة لمن يقوم بهذا الجرم. كويس. طيب البيانات الشخصية تعرفها ايه في هل عرفها القانون؟ طبعا اولا فلسفه اي قانون بتبدا طبعا في بدايته ان يكون هناك تعريفات. نعم. يعني ايه بيانات شخصيه؟ ايه هي مركز حمايه البيانات الشخصيه؟ ايه الدور؟ دي فلسفه القانون. البيانات الشخصيه هي بيانات كل مواطن، هي بيانات كل مؤسسه داخل مؤسسات الدوله، هو اي بيانات تتعلق بالمواطن المصري داخل الدوله المصريه في الداخل المصري، وبالتالي هو يعني مصطلح عام وشامل ان هو بيانات سيادتك، بيانات مؤسسات الدوله من وزارات وهيئات وجهات، بيانات لكل المواطنين بيتعاملون في القطاع المصرفي زي ما قلت لسيادتك، فكلها دي تقع تحت شعار البيانات الشخصيه، وبالتالي هي بيانات كل مواطن مصري يعيش داخل الدوله المصريه. تعريف بسيط خالص للمواطن. اي بيانات؟ اسمك، بطاقتك، عنوانك، تليفونك، شغلتك، البيانات اللي احنا بنستسهلها، وده مش حاجه سهله جدا. مش حاجه سهله طبعا، لان في ناس بتاخدها انا اقول لحضرتك الحاجه، يمكن كان من ضمن الحاجات اللي احنا عصرناها اثناء مناقشه قانون او مشروع قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات اللي تم اصداره من جانب مجلس النواب واصبح قانون بالفعل، ان كان طبعا يتم اختراق مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك وما الى ذلك، ويتم اخذ بيانات من المستخدمين لهذا الامر. يمكن حضرتك يعني لو نفتكر مع بعض كده من حوالي يعني فتره وجيزه كان هناك تسريب لبيانات من جانب المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي في دول خارجيه في انجلترا والمانيا وما الى ذلك. وكان هناك اعتذار من جانب اداره فيسبوك، قضايا على فيسبوك وفي انجلترا وكده يعني. وده امر مهم جدا. تمام. لان انت البيانات دي بيتم وضعها
بيتم اخذها وفيما وممكن يتم الاضرار بالامن القومي من خلالها. ومن ثم كان من الاهميه ان يكون هناك القوانين تنظم تلك المساله، سلسله تشريعات تتعلق بمجال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات من شانها الحفاظ على الامن القومي المصري، وده في المقام الاول، ثم الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين المصريين المستخدمين لتلك السوشيال ميديا او المواقع او ما الى ذلك. طيب يعني هل حضرتك شايف كنائب امثل بالله عليك ودوركم كنواب ومجلس نواب ان انتوا هتصدروا هذا القانون؟ صحيح. ده يكفي ولا المفروض ان المواطن عليه دور؟ طبعا الدور يمكن فكره الانتجريشن مطلوبه في كل حاجه، التكامل. نعم. انا دوري كعضو مجلس نواب ان انا هشرع قانون وهراقب اداء الحكومه في تنفيذ هذا القانون. طبعا. وده الدور المنوط بيه عضو مجلس النواب وفقا للدستور. الى جانب طبعا الدور الخدمي يعني. طيب المواطن عليه دور؟ اه طبعا عليه دور. ان لا يجوز للمواطن او يحظر على المواطن، او هي نصيحه للمواطن المصري ان انت ما تكتبش كل حاجه خاصه بيك على مواقع التواصل الاجتماعي، ده بقى هتبقى بياناتك على المشاع، هيبقى مستباح لاي حد ان هو يخش. وبالتالي فكره الهاكينج اللي بتتعمل على الفيسبوك، ونرجع نقول ان احنا بياناتي اتسرقت او حد استخدم صفحتي ونشر عليها اخبار كاذبه ادت مثلا ان يتم القبض عليا، وبالتالي لازم تكون انت حذر كمواطن. عليك دور؟ اه عليك دور طبعا، عشان نقدر ان احنا نحميك ونحمي بياناتك الشخصيه ونحمي ارائك المحترمه اللي بيتم اللي انت يعني بيتم نشرها عبر الموقع التواصل الاجتماعي الخاص بيك. وبالتالي المواطن عليه دور طبعا، ما ينفعش ان انت تنشر كل بياناتك على موقع التواصل الاجتماعي، لهذا لا يجوز. نعم. لان انت لما بتيجي حضرتك تعمل حساب في بنك ما بتبقاش عايز حد يعرف ايه اللي ورا الحساب ده، اسمها سريه البيانات. فلازم المواطن يعتني بهذا الامر ويكون لديه سريه في التعامل مع بياناته حتى لا يتم انتهاكها. احنا هنحميه بالقانون ونحميه بلائحه تنفيذيه تصدر بعد صدور هذا القانون. جميل. ويتم تنفيذها على ارض الواقع، ولكن طبعا هو عليه دور عشان يبقى احنا بنكمل بعض من خلال المجتمع او من خلال مؤسسات الدوله. يمكن السيد الرئيس من فتره اعلن ان مصر بتقوم بتدشين مركز لحمايه او مركز اكبر مركز محصن لحمايه البيانات. صحيح. في العاصمه الاداريه اعتقد او في مكان ما. تقييمك لدور المركز في حمايه البيانات، وكمان تقييمك في دوره هيكون ايه في مساله التحول الرقمي او الرقمنه اللي ان شاء الله احنا مصر بتتجه اليها بقوه. صحيح. يمكن اقول لحضرتك الحاجه، كان نص صريح في هذا القانون ان يكون هناك مركز مستقل، هيئه عامه مش مستقلة عن الدولة أو مستقلة عن الحكومة، لكن هي مستقلة باسمها أنها مركز لحماية البيانات الشخصية. جميل. هيكون ليه رئيس، ليه أعضاء، ليه اجتماعات، ليه تقرير سنوي بيصدر، وده مهم، تقرير سنوي يتم صدوره من جانب مركز حماية البيانات الشخصية بيقول أنا في السنة دي عملت إيه. وبالتالي فكرة الكي بي أيز إن أنا مؤشرات الأداء، وإن أنا ده يتواكب طبعًا مع رؤية الدولة والحكومة. سيادة الرئيس يمكن أعلى طبعا مهتم جدا بمجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، ويمكن مؤخرا طبعا تحدث على فكرة وجود كيانات كبرى في مجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، الاهتمام بهذا المجال لأنه يعتبر أكبر معدل نمو داخل الوزارات الحكومية. يمكن قلت لسيادتك حتى قبل الهواء إن احنا نطرح فكرة كايرو أي سي تي، مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، من أكبر المؤتمرات اللي بتتم بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيكون فيها طبعا عرض لكافة ما تم في مجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات وفكرة المجتمع الرقمي، وده أمر مهم. ما هو المجتمع الرقمي وما هو فكرة التحول الرقمي؟ يعني ايه تحول رقمي؟ الناس بتسمع عن فكرة التحول الرقمي، احنا تحولنا، عايزين الرئيس بيسعى لفكرة التحول الرقمي، بيجتمع مع الوزارات والجهات المعنية عشان المسألة دي. ده يعني ايه التحول الرقمي؟ ان انا هستخدم تكنولوجيا المعلومات وهسخرها لخدمة المواطن بما يمنع او يقنن الفساد. ازاي؟ التحول الرقمي ده ان انا هقلل التعامل ما بين المواطن وما بين الموظف، هيبقى انت المواطن بيأدي خدماته من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، وده امر غايه في الاهميه، اعتقد ان هو احد السبل الرئيسيه واحد المهام الكبرى لوزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بيه، ان انا اخلي المجتمع يعتمد على التكنولوجيا في اداء الخدمات، وبالتالي ده هيقلل نسب الفساد بشكل كبير، لانه هيقلل التعامل المباشر بين الجمهور وما بين الموظف وما بين المواطن، وبالتالي بيعامل شاشه الموظف. بالظبط كده. فمن النقطه الاخرى فكره سرعه اداء الخدمه للمواطن. جميل. وده مهم للتيسير على المواطنين في اداء خدماتهم. يمكن لاحظنا مؤخرا ان مثلا حاجه زي هيئه البريد بدات تاخد خطوات في فكره تقديم خدمات زي مثلا اصدار بطاقه الرقم القومي، اصدار شهاده ميلاد، مستنداتك الخاصه بيك، حوالي بالظبط كده اللي هي حاجاتك الشخصيه من مكتب البريد اللي تتبع ليه. تمام. وبالتالي انا بقلل
الثقه اللي موجود على الجهات اللي بتقوم بهذا الامر وبوجهها لهيئه البريد. بالمناسبه دي هقول لك على شكوى. اتفضل. شوفوا لنا حل ليها بقى. شكوى على الهواء. شكوى على الهواء. كل واحد على فكره اي حد عايز يتواصل معانا التليفونات على الشاشه موجوده. اهلا بكم سيادتنا، برحب باي اتصال او تليفون. بنروح مثلا اماكن بنلاقي متظبطه وكمبيوترايزد وسيستم والدنيا وكده، يقول لك معلش يا باشا السيستم واقع النهارده. فنشتغل يدوي مانيوال. تمام. احنا عملنا ايه يا جماعه؟ السيستم بيقع اكتر ما بيشتغل. صحيح. عايز لها حل دي. طيب هقول لحضرتك على حاجه، فكره السيستم بنسمعها فعلا ده خصوصا داخل الجهات الحكوميه. بالظبط. طيب احنا عشان الدوله واحنا كمجلس نواب عشان نعالج هذا الامر عملنا ايه؟ اولا في طرح فكره التحول الرقمي ودعم الاستثمار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، ده طريق. النقطه الثانيه فكره ان انا اشتغل على فكره تحويل الكابلات النحاسيه لكابلات فايبر. تمام. عشان اعدي لسرعه الانترنت ومفيش حاجه اسمها السيستم وقع بقى. بالظبط. احنا ده من احدى السبل للتغلب على هذا الامر. انا بجهز مراكز تكنولوجيه قويه عشان تخدم المواطن وبخليها على اعلى مستوى من الجوده، ولكن انا عايز الجوده في تاديه الخدمه وسرعه تاديتها للمواطن. فعلا بدات في خطوات ملموسه في هذا الامر. سيادتك تلاحظ ان خلال الفتره الاخيره في تطوير لمكاتب البريد جدا حتى كشكل عام وتأدية الخدمه من جوه. المحتوى بصراحه المحتوى بالظبط الكونتنت نفسه بتاعه حاجه محترمه. نعم. جدا. هنلاحظ خلال الفتره القادمه برضو فكره التحول الرقمي ارتبطت بقانون التامين الصحي الشامل. تمام. وده امر مهم. يمكن لاحظنا عشان نطبق قانون التامين الصحي الشامل وهو من ابرز، انا بشوفه من وجهه نظري من ابرز القوانين التي تم اصدارها من جانب مجلس النواب الحالي. اخطر قانون واروع قانون بجد في مصر. وانا اقول لحضرتك التاريخ الحديث لمصر وقوانين التامين الصحي، يا رب ان شاء الله يتطبق بشكل فعلا محترم زي ما بره وفي بلاد بره، لان القانون ده شيء هينقل نقله نوعيه مختلفه بصراحه. بالظبط يا فندم. كل حاجه يعني. صحيح. القانون ده كان حبيس الادراك فيما سبق، كان حبيس الادراك. هناك اراده سياسيه ان يكون هناك قانون تامين صحي شامل، وده انا يمكن حتى في كلمتي اثناء مناقشته اتكلمت ان العلاج هيكون حق لكل مواطن، وده امر مهم. نعم. الصحه والتعليم هو من ابرز الخدمات اللي بيهتم بها المواطن المصري. نعم. وبالتالي الدوله واراده الدوله مع اراده مجلس النواب طبعا بتتوازى، ان احنا عايزين ان يكون هناك قانون تامين صحي شامل وضمان استمراريته، وده امر مهم. تمام. الفكره في فكره الاستدامه، مش فكره ان انا اطبق قانون في الوقت الحالي وبعد كده ارجع تاني يوم ملاهوش. ننتكس مره ثانيه. بالظبط كده. يمكن حتى يعني تاكيدا على فكره الاراده السياسيه ان التامين الصحي الشامل بدا يطبق بالفعل في بورسعيد. بدات تجني ثمار قانون التامين الصحي الشامل كده، هناك اراده، هناك تطبيق بالفعل من جانب المسؤولين في السلطه التنفيذيه على هذا الامر. التامين الصحي الشامل هيشمل 5 محافظات كبدايه، بورسعيد، السويس، اسماعيليه، شمال وجنوب سيناء. دول اول 5 محافظات، ودي هتبقى باقوره انتاج قانون التامين الصحي الشامل. طيب عشان انا ادي قانون التامين الصحي الشامل وادي خدمات المواطنين بشكل سريع، عملت ايه؟ بدات ان انا كاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان انا اروح لمنطقه بورسعيد ادعمها بكل الامكانيات الخاصه بالتكنولوجيا المعلومات عشان اقدر ان انا اسرع اجراءات تطبيق قانون التامين الصحي الشامل، وده فعلا تم بالفعل، وده برضو يمكن انا بشوفه نقطه ايجابيه ما كانتش موجوده فيما سبق. فكرة التعاون والتكامل ما بين الوزارات. بالظبط. ودي وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة. في الآخر هي اسمها الحكومة المصرية، وبالتالي وجب أن يكون هناك تعاون وتكامل ما بين الوزارات لتأدية الخدمات بالشكل اللائق للمواطن المصري. فده كان من ضمن الحاجات المهمة جدا فكرة التحول الرقمي في قانون التأمين الصحي الشامل. طيب، بنتكلم عن التحول الرقمي، بنتكلم عن دور وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التحول الرقمي. ودوركم من حضراتكم كلجنه اتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، لان في كل القطاعات سواء تحول اقتصاد رقمي، سواء تحول في الخدمات، في كل حاجه لابد ان يتواكب معاه تشريع. صحيح. حديث متطور يقدر يسهل هذا التحول. هنتكلم الاول في دور وزاره الاتصالات. خليني اقول لحضرتك على حاجه، ان يعني طبعا بشيد بتاكيد سيادتك على وجود بيئه تشريعيه خاصه بمجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات عشان اقدر ان انا يكون عندي التشريع اللي هو القانون، ويكون عندي السلطه التنفيذيه اللي هتنفذ هذا القانون. تمام. توفير البيئه التشريعيه ده امر مهم جدا، ويمكن فعلا التعاون ما بين مجلس النواب وما بين السلطه التنفيذيه في هذا المجال يعني فعلا شهد طفره كبيره خلال الفتره الماضيه وخلال الفتره الحاليه.
يمكن سيادتك دور وزارة الاتصالات يعتمد طبعا على انها تتقدم بمشروعات قوانين خاصة بكيفية التعامل مع مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زي مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللي تم اصداره بالفعل، او زي ما القانون اللي احنا بصدد مناقشته في التوقيت الحالي والانتهاء منه اللي هو حماية البيانات الشخصية. اقول لسيادتك على حاجة، ودي يمكن حاجة اللي يعني ممكن تأول مرة تقال على الهواء، احنا بصدد مناقشة قانون المعاملات الالكترونية. لا ثواني ارجع تاني، احنا بصدد مناقشه مشروع قانون اسمه المعاملات الالكترونيه، المعاملات اللي هو التجاره الالكترونيه اعلاميا يعني. بمعنى ايه؟ لا ايه التجاره الالكترونيه؟ دي حكايه، دي هذه حكايه. ناخد الاستاذ اسلام غانم استشاري تكنولوجيا المعلومات ونرجع نتكلم عن القانون الجديد المهم اللي مصر كلها كانت بتتكلم عنه ونشوف. استاذ اسلام اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين واهلا بالساده النائب. اهلا بيك، اتفضل تحرك استاذ اسلام من الناس الاستشاريين والخبراء الكبار في مجال تكنولوجيا المعلومات. اهلا بحضرتك، يا ريت يعني تثرينا في رؤيتك لهذا الموضوع. الحقيقه يا فندم احنا كلنا ملاحظين ان اصبح المعلومه هي عصر الوقت الحالي. يعني لو جينا حبينا نقيس الموضوع، لو شلنا الموبايل من حياتنا اليوميه هنلاقي نفسنا تقريبا في حاله شلل. نعم. اللي بيأكد ان المعلومات دلوقتي هي سر الاقتصاد او سر التحول الرقمي، وده طبعا اللي الدولة بتتجه له فكرة التحول الرقمي زي ما قال سيادة النائب، وده برضو الفكر العالمي اللي متجه ليه اللي هي فكرة الاعتماد على البيانات. طب بناء عليه الاتجاه من التقنيات الحديثة زي الذكاء الاصطناعي وكل المسميات دي كلها لازم يواجبوا تشريع عشان يحمي البيانات بتاعتنا. نعم. البيانات بتاعتنا اكيد طبعا كلنا لاحظنا المشاكل اللي بتحصل للتليفونات او بيع الارقام والكلام ده كله ما كانش له كنترول او حمايه. دلوقتي مع القانون دوت طبعا هيعمل حاجز ما بين اللي بيسموها يعني حضرتك شايف كرجل خبير في هذا المجال اهميه وجود هذا القانون. طبعا يا فندم لانه رابط كل حاجه، لان احنا عندنا قانون الخاص بجريمة تكنولوجيا المعلومات، عندنا القانون بالنقل البردي اللي معتمد على برامج الركوب او برامج التحرك بالوسائل المواصلات، عندنا القانون اللي لسه السيد النائب قايل عليه اللي هو قانون المعاملات الالكترونيه. فالقوانين دي كلها محتاجه قانون يربطهم ببعض وهو قانون حمايه البيانات. بس اللي انا محتاج يعني ااكد عليه ان القانون مش هيحمينا بنسبه 100% الا لما احنا نكون يعني على حذر وعلى درايه بابسط الحاجات اللي ممكن نعملها وممكن ساعتها لنا مشاكل. يعني على سبيل المثال ملاحظ ان اكتر مشكله تبقى موجوده على مستوى المجتمع المصري ان الارقام السريه بتاعتك كلها بتوحدها. نعم. فده طبعا بيواجه مشكله ان يوم ما رقم بيتكشف انت كل ارقامك اكتشفت. الحاجه الثانيه مثلا على سبيل المثال ان احنا ممكن نستخدم انترنت موجود في الاماكن العامه، طبعا ده خطر جدا. هتقول لي طب ما انا مثلا موجود في مكان عام مطار او جهه او اي مكان قاعد فيه فلقيت انترنت مجاني، مش شرط ان هو يكون مثلا مكتوب عليه ان ده انترنت المطار يبقى ده بتاع المطار فعليا، ممكن حد يكون قاعد جنب منك ويفتح الانترنت بتاع الموبايل بتاعه ويسمي الشبكه شبكه المطار. لا ده احنا كده اسلام احنا محتاجين حلقه معاك. لا محتاجين حلقه نوعي الناس. صحيح. بمناسبه صدور هذا القانون ولسه كان سياده النائب بيتكلم عن دور المواطن كجانب الاخر في لهذا القانون، المواطن ودوره لازم احنا ان شاء الله هنرتب مع حضرتك تيجي لنا ان شاء الله فعلا نتكلم نوعي الناس ازاي بقى، ازاي ننبه الناس لحمايه بياناتهم الشخصيه ومحدش يسطو عليها او ياخدها بطريق احتيالي. ده اكيد يا فندم تحت امرك تحت المشاهدين. حبيبي شكرا استاذ اسلام غانم الخبير في تكنولوجيا المعلومات. انت فتحت لي ملف بس مش هينفع عشان ننزل نتكلم على بعض، فهنخرج فاصل اعلاني اتفضل ونرجع نتكلم عن التجاره الالكترونيه دي كمان موال تاني. بالظبط كده. يعني النهارده انا ايه عفوا في الكلام، يعني انا بتفرج على الموبايل كده عجبني شكل مثلا قميص شكل مش عارف ايه اشتري وادفع واعمل، ويقول لك لو ما عجبتكش تدفع الشحن، وتفاجئ ناس كتير بتشتكي اللي بيروح لها غير اللي في الصوره، وده طبيعي اصلا لان اللي في الصوره حاجه والواقع حاجه. كيف عالج او سيعالج مجلس النواب مشاكل التجاره الالكترونيه في مصر؟ فاصل ونلتقي. اهلا بيكم. نمسك الموبايل كده نلاقي زي ما قلنا قبل الفاصل عروض ومش عارف ايه وايه وقصص زي كده، سلع قد تكون معروفة وسلع مجهولة المصدر وسلع مش عارفين جاي منين وبتسعرها ازاي وخاماتها ايه جودتها ايه، كم من الجرائم ارتكبت تحت مسمى التجارة الالكترونية.
كيف سيعالج مجلس النواب او لجنه اتصالات تكنولوجيا المعلومات في المجلس هذا الوضع سياده النائب؟ طيب يمكن اقول لسيادتك طبعا احنا كنا خلال الفتره الماضيه كان هناك طبعا بيئه تشريعيه في مجال الاتصالات غير موجوده بشكل قوي الا طبعا بعد ما وجود مجلس النواب والاراده السياسيه ان يكون هناك اهتمام بهذا المجال. من ابرز القوانين اللي هيتم مناقشتها خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء مباشرة من اقرار حماية البيانات الشخصية هو قانون المعاملات الالكترونية اللي هو هيعرف اعلاميا بالتجارة الالكترونية. ايه طبيعة مشروع هذا القانون؟ مشروع هذا القانون طبعا يهم كل مواطن مصري، ان انا دلوقتي بشوف عروض زي ما حضرتك قلت كده على السوشيال ميديا وخصوصا فيسبوك طبعا او حتى الجروبات بتتعمل على الواتساب بالزبط. بيتم فيها يعني الدعوه لعروض معينه خاصه باي بالكترونيات بملابس باي منتج يعني. وبالتالي بيكون هناك طبعا تواصل ما بين المواطن اللي اعجب بهذا المنتج وما بين القائم على هذا الاعلان. طيب انا فين كدوله من المنطقه دي؟ ما في ممكن خلال الجاب ده والمنطقه دي يتم فيه جرم طبعا وحصل ده حصل بالفعل نعم. يعني يمكن حكنا احنا نستشهد بهذا الامر من حوالي ممكن نقول 7-8 شهور الشعب تم ارتكاب جرم بالفعل بالظبط يعني تم احدى الشركات اللي بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي اعلنت عن حاجه فدخل مواطن مصري على لابتوب يعني دخل مواطن مصري قال انا عايزه فقال له طب قابلني في حته الفلانيه ومعاك فلوس كذا فبكل سهوله المواطن راح عشان يشتري المنتج بتاعه ده تؤدى لعمليه قتل تمام فاصبحنا في قصه جنائيه نعم وبالتالي فكره ان انا احافظ بقى على العلاقه دي ما بين اللي بيستخدم المعاملات الالكترونيه والسوشيال ميديا وما بين المواطن اللي بيشتري بتكون في تعاملات يكون في تيسيرات على اللي هيستخدم تمام. التجاره الالكترونيه طبعا يكون هناك تيسيرات هتعملها ازاي؟ هقول لحضرتك الحاجه دي عايزه حرفيه بشكل تمام. شديد جدا ياريت. لان خلي بال حضرتك في شباب وانا طبعا داعم فكره الشباب طبعا وتوفير فرص عمل ليهم بيستخدموا ان هم عندهم منتج فبيسوقوا له من خلال السوشيال ميديا وده عشان يوجدوا فرصه عمل وده فكر خارج الصندوق او محترم طبعاً. في حاجه كويسه جدا فانا عايز ان انا احمي الشاب اللي بيعرض على المنتج ده واحمي المواطن عشان يكون العلاقه سلسه هيكون هناك طبعا مشروع قانون بالفعل بدانا في مناقشته عملنا عقدنا اول جلسه بحضور طبعا كل الجهات المعنيه عشان نوجد صيغه تفاهم في هذا المشروع القانون ان يكون هناك طبعا ضوابط لكيفيه تلك العلاقه ما بين اللي بيعرض المنتج وما بين اللي عايز يشتري هذا المنتج وبالتالي ده امر في غايه الاهميه. التجاره الالكترونيه اصبحت تسيطر بشكل كبير جدا خلال الفتره الاخيره فعايزين ان احنا نحمي المواطن وفي الاخر هو المواطن في الطرفين وحتى لا يتم ارتكاب اي جرم او اي عمليه نصب تسمى نصب الكتروني. نعم. فالفكرة دي فكرة مهمة جدا وان احنا نطبقها او يكون هناك تشريع يعالج هذا الامر هو يعني احنا حاطينه نصب عيوننا ان يكون هناك تشريع ولائحة تنفيذية تحافظ على العلاقة ما بين مقدم الخدمة وما بين مستقبل الخدمة وده طيب. امر في غاية الاهمية. جميل قوي. طيب لو احنا هنتكلم في مادة من مواد القانون في مادة بتجرم جمع البيانات الشخصية بالطريقة غير مشروعة او بدون موافقة اصحابها. صحيح. ايه هو التجريم هنا ازاي وفي نفس الوقت ازاي هتم مراقبه ده؟ طيب هقول لحضرتك حاجه، فكره رقابه تلك الامور طبعا دي من خلال مركز حمايه البيانات الشخصيه ده دوره نعم. ان هو يكون رقيب على مسؤول حمايه البيانات الشخصيه اللي احنا تحدثنا فيه ان هيكون هناك موظف تحت بند او تحت مسمى وظيفي مسؤول حمايه البيانات الشخصيه يكون هناك رقابه من خلال مركز حمايه البيانات الشخصيه والاعضاء المقيمين في مجلس الاداره الخاص به. ده امر في غايه الاهميه عشان يكون هناك طبعا تطبيق فعلي لهذا القانون على ارض الواقع. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي على مشروع القانون وازاي لو كان في جرم مرتكب من خلال اللي بيستخدم او بيقوم بجمع او نقل تلك البيانات هل يا ترى الجرم ده جرم جنائي ولا القانون ذكره بشيء مختلف؟ هقول لحضرتك الحاجه يمكن احنا شفنا ذلك بعين الاعتبار حفاظا على الاستثمار في مصر وتاكيدا على ان مصر فعلا اصبحت سوق مهم جدا لجذب المستثمرين وخاصه في مجال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات. خلينا الـ 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 هنا لو في حاله ارتكاب جرم سواء من المتحكم في البيانات او معالج تلك الخدمه او حتى مسؤول حمايه البيانات الشخصيه المسؤول نفسه ما ممكن يرتكب جرم ممكن يؤدي يعمل على تسريب البيانات في مقابل مثلا مادي. طب انا هحاسبه ازاي؟ قلنا ان يكون هناك غرامات شديده
تصل لملايين الجنيهات، ل 3 مليون جنيه و 5 مليون جنيه على حسب الجرم، بحد ادنى وحد اقصى، بعيدا عن يعني بعيدا عن الجزء الجنائي. قلنا نكتفي بفكرة الغرامات، وده تيسيرا على المستثمرين، وده طبعا خلي بال حضرتك دايما المستثمر بيشتغل على المادة، على فكرة ان انا بروفيت الربح انا هربح قد ايه، ومن ثم لما انا يكون هناك التجريم في منطقة الغرامات المالية ده هيكون اصعب كتير جدا على المستثمر، وبالتالي هيكون هناك يعني ضوابط وهيكون هناك محاذير من جانب الاونر او من جانب المستثمر ده، ان هو ينتقي من يقوم بحماية البيانات الشخصية حتى لا يوقع عليه غرامة مالية تؤدي طبعا لخسائر خاصة به. ومن ثم كانت الجرائم كلها او العقوبات راحت كلها في منطقة الغرامات، وده تيسيرا على المستثمرين، وفي نفس الوقت ان احنا نحافظ على حرية وسرية البيانات الخاصة بالمواطنين والخاصة بمؤسسات الدولة. جميل قوي. طيب بنقعد كده بنسمع يقول لك الحقوا احنا ايه الفيسبوك هيتراقب او بتراقب، خد بالك احسن مش عارف تعمل ايه ما تكتبش مش عارف ايه عشان مش عارف القصص دي. طيب هل هناك نية بشكل صريح كده، نية لفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ قول فصل، ليس هناك رقابة تماما على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس هناك نية تماما لرقابة مواقع التواصل الاجتماعي. هقول لسيادتك الحاجة، بنص الدستور يعني بنص الدستور هو الأعم والأشمل، أن حرية الرأي والتعبير متاحة للجميع في طالما في إطار ما يحافظ على الأمن القومي المصري. النقطة الثانية، ليس الهدف من تلك القوانين هي رقابة مواقع التواصل الاجتماعي أبدا خالص، يعني مش محطوطة بند أساسا، أو حتى لن يتم مناقشتها ولم يتم مناقشتها. يعني الهدف من هذه القوانين إن أنا أحمي بيانات المواطن، ده أنا عايز أحافظ على اللي بيستخدم تلك المواقع، ده أنا عايز أوعيه إنه ما تحطش بياناتك وتبقى بياناتك مستباحة للجميع، ده أنا عايز أخلي يبقى هناك عقوبات على من يقوم بهذا الجرم إن هو يستخدم بياناتك الشخصية، ده أنا عايز أحميك واحمي بياناتك الشخصية واحمي خصوصية البيانات دي. ومن ثم ليس هناك تماما اي تفكير في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي. عايز اقول لحضرتك على حاجة، السوشيال ميديا والفيسبوك وما الى ذلك من تلك المواقع لها استخدام ايجابي، بدليل ان هناك وزارات حكومية لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم من خلالها بسرد الانجازات او بسرد مثلا الانشطة اللي بتقوم بيها، فده استخدام ايجابي لمواقع التواصل الاجتماعي. طب حضرتك ممكن تسألني سؤال تاني، هل يا ترى يتم هناك جرم على التعبير عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ ابدا، وذلك بنص الدستور، حرية الرأي والتعبير مكفولة طالما في اطار الحفاظ على الامن القومي المصري. قول رأيك، ما بدليل ان احنا بننتقد وبنقول والله يا جماعه احنا شايفين الجزئيه دي فيها مشكله، احنا عايزين نعالج المساله دي بشكل مختلف، وده امر موجود. فكره الاختلاف ده نقطه ايجابيه جدا، فكره الاختلاف لصالح الوطن وده الاهم، يعني انا برنامج انا الوطن، فانا عايز اكد على النقطه دي، فكره الاختلاف لصالح الوطن وليس على الوطن، وليس على الوطن. تمام، فهناك فارق شاسع، هناك فارق ما بين الحريه المطلقه والحرية المسؤولة. تمام، الحرية المسؤولة هي الحرية التي تحافظ على مقدرات هذا الوطن وعلى استقراره وعلى مؤسسات تلك الدولة، وهناك الحرية المطلقة التي لا تحافظ على أي شيء، تتحول لفوضى. بالضبط كده، تتحول إلى فوضى. ومن ثم أنا بأكد لسيادتك مرة أخرى، ليس هناك رقابة تماما على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الفكرة كلها أن احنا بنحمي المواطن وخصوصية بياناته ومعلوماته، وبكافح الجرائم اللي بيتم استخدامها أو بيتم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في تنفيذها، فعامل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ثم مشروع قانون إلى أن يصبح قانون بعد ما فقط المجلسة العامة داخل مجلس النواب على حماية البيانات الشخصية، ثم مناقشة مشروع قانون آخر للحفاظ على المواطن المصري خاص بالمعاملات الإلكترونية. طيب في مادة في القانون بتنص على عدم مشاركة البيانات مع أو نقلها للدول، مش عدم مشاركة، هو أنا أشارك الدول بس أنهي دول؟ لا دول لا تحمل بيانات. بالظبط، يعني طيب. انا يمكن ده نص صريح في قانون ونشرح برضو ايه المقصود بهذا الموضوع. يمكن اقول لحضرتك دي الماده رقم 14 في مشروع القانون. يحظر اجراء عمليات نقل او مشاركه البيانات الشخصيه التي تم جمعها او تجهيزها أو, او 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 للمعالجه الا بتوفر مستوى من الحمايه لا يقل عن تلك المنصوص عليها في هذا القانون وبترخيص من مركز حمايه البيانات الشخصيه. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده ان انا عشان اتداول بيانات خاصه بالمواطنين المصريين مع دوله اخرى، مثلا ان انا هبعت مثلا لدوله بيانات، هي طلبت بيانات لمعامل مثلا بيعمل خارج البلاد فطلبت بياناته،
انا مش هبعتها ليك كدوله غير وانا متاكد ان الدوله دي لديها ضوابط وقانون يحمل بها تلك البيانات الشخصيه، لانها بيانات مواطن مصري عندي. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ان يكون هناك ترخيص من مركز حمايه البيانات الشخصيه اللي هو المركز المنوط به تطبيق هذا القانون وحمايه البيانات الشخصيه للافراد وكذلك للمؤسسات والجهات المختلفه. ومن ثم انا شايف ان دي ضمانه يعني قوية جدا للدولة المصرية للحفاظ على بيانات المواطنين المصريين وعدم السماح لأي دولة. لا، لازم تكون الدولة دي لديها من الضمانات ما يحقق الحماية القانونية والتقنية لحماية البيانات الشخصية للمواطنين والأفراد الذين يعملون عندها، حتى لو يحمل الجنسية المصرية. يعني هو يحمل الجنسية المصرية، أنا كدولة بضع ضوابط إن أنا مش هتداول تلك المعلومات معك غير وأنا متأكد إن البيانات هذا المواطن هتكون في سرية تامة يتم الحفاظ على خصوصية تلك البيانات. انت مش حاسس كده ان هذا القانون في اعلاء لقيمة المواطن المصري؟ طبعا. يعني حدوة البيانات اللي احنا، انا واحد سألني في تليفونك كام بياناتك عنوانك سكن، تعودنا احنا كمصريين وده بناخد راحتنا قوي يعني فريندلي قوي يعني. صحيح. بس ده القانون ده فيه اعلاء لقيمه المواطن، انا حاسس بكده وحاسس او شاعر بال يعني حضرتك انت بتؤكد كل شويه على ضوابط، على يعني ضوابط صارمه وحاسمه يعني، فده شيء محترم. يمكن اقول لحضرتك الحاجه، طبعا الهدف الرئيسي من اي تشريع يصدر من جانب مجلس النواب سواء في مجال الاتصالات او اي مجال اخر، هو الهدف الرئيسي فيه ان المواطن اولا. دوري انا كعضو مجلس نواب ان انا احافظ على الهويه المصريه وعلى الامن القومي المصري، لان ده دوري الرئيسي داخل مجلس النواب، وان انا اصدر تشريعات من شانها التيسير في اداء الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق والشكل المحترم. لان في الاخر انا منتخب من الناس، فوجب عليا وده دوري الرئيسي ان انا ادي خدمات للناس بشكل محترم واكون قائم على خدماتهم بشكل لائق. ودي برضو تتجه برضو مع إرادة سياسية واعية لديها رؤية. أول مرة مصر اللي احنا عارفين يعني رايحين فين، عندنا رؤية مصر والتنمية المستدامة 2030. عندنا رؤية ان احنا الفترة الجاية في كل المجالات احنا هنعمل ايه، في مجال البترول احنا هنعمل ايه، في مجال الطاقة احنا هنعمل ايه، في مجال الاتصالات احنا هنعمل ايه، في مجال الحماية الاجتماعية لمحدود الدخل احنا هنعمل ايه. اصدرنا قانون كان حديث الادراك، قانون التأمين الصحي الشامل. فكل الامور دي تؤدي ان فعلا ان كل البيئة التشريعية لمجلس النواب الحالي او القادم او حتى الماضي كان هدفه الرئيسي هو المواطن، لان لابد من الحفاظ على المواطن المصري ومحاولة والاجتهاد ان احنا نقدم الخدمات بشكل يعني فيه يسر وسلاسة للمواطن المصري، وان احنا نحافظ على حرية البيانات. وده على فكرة خلي بال حضرتك، اولا هو اعلاء لقيمة المواطن في المقام الاول، ويوازيه او يتواكب معاه هو حفاظ على الامن القومي المصري، لان في الاخر بيانات المواطنين دول هي امن قومي. جميل. طيب يمكن احنا في مصر حاليا بنتطلع الى التحول الى او مواكبه الثوره الصناعيه الرابعه. صحيح. والتكنولوجيا اساسها وقوامها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. عندنا حاجات كثيره اتعملت، لكن زي ما قلنا في اول الحلقه ان دور التشريع مهم جدا، لان في تشريعات حاكمه في الوضع القديم. يعني ال انتم كلجنه اتصالات تكنولوجيا المعلومات، حضرتك امين سر اللجنه لخمس سنوات لفصل الشيء الكامل، عايزين نعرف كده كيف ساهمتم في تهيئه البيئه التشريعيه للتحول الرقمي او تحول مصر الى دوله رقميه. صحيح. يمكن حضرتك بقى يتحط تحت بند حوكمه تكنولوجيا المعلومات. حوكمه تكنولوجيا المعلومات ان انا يكون عندي مجتمع قائم على الارقام. خلي بال حضرتك دايما كنا عندنا مشاكل في الدوله بسبب عدم وجود قواعد بيانات مدققه. يعني يمكن ده طبيعه شغلي قبل عضويه مجلس النواب، ان انا شغلتي كلها في فكره الارقام، ان انا يكون عندي قاعده بيانات للمواطن المصري لمعيشته لطبيعه عمله ليه كل الكلام ده هيساعد على حل المشكلات. يمكن ارتقينا او شفنا خلال الفتره الماضيه ان هناك توجه ان يكون هناك قاعده بيانات مدققه يمكن من خلالها حل المشاكل او العديد من المشاكل اللي بتواجه المواطن المصري، منها مثلا في ملف التموين لما يكون عندي قواعد بيانات مدققه وده الاهم. فانا هعرف مين يستحق ومن لا يستحق وده الاهم، حتى يعني لا يذهب الموارد بتاعت الدوله الى من لا يستحق.
انا عايز موارد الدوله والحمايه الاجتماعيه تظهر يعني او تروح او تذهب للمواطن فعلا اللي يستحقها. ده امر في غايه الاهميه. ففكره حوكمه تكنولوجيا المعلومات امر في غايه الاهميه زي ما سيادتك تحدثت. المجتمع الرقمي احنا دورنا كلجنه الاتصالات كبيئه تشريعيه بنمهد لهذا الامر واشتغلنا بالفعل على هذا الامر ان احنا يكون عندنا مشروعات قوانين وقوانين يعني تظهر الى النور من شأنها انها تحافظ على المواطن المصري وتحمي بياناته تمهيدا يكون عندنا قاعدة بيانات مدققة يتم من خلالها حل كل المشكلات. النقطة الثانية والهامة يمكن اقول لحضرتك على حاجة كان المحور الثالث من برنامج الحكومة الحالية واللي التزم بيها السيد رئيس مجلس الوزراء امام مجلس النواب ان يكون هناك محور تحت بند التنمية الاقتصادية وتحسين الاداء الحكومي. نعم. وتحدثت الحكومة ان الحكومة بتعكف انها عايزة تؤدي يبقى هناك ميكانة للخدمات ويكون هناك تشجيع للاستثمار ويكون هناك توفير فرص عمل. بص انا هربط لسيادتك كل المجالات ببعض. تمام. اولا التنمية الاقتصادية عشان تتحقق لابد ان يكون هناك عندي الانفراستراكشر عندي بنية تحتية قوية. نعم. سواء من اتصالات سواء من بنية تحتية خاصة بمرافق او طرق كباري كل الكلام اللي بيتم ده كلام مهم. نعم. وكلام الاساس اللي هنشتغل عليه صحيح جيد جدا للمستثمرين. انا كمستثمر عايز لما اجي يكون هناك طرق ممهده يكون هناك اراضي يكون هناك مرافق واصله لتلك المصانع و و و ومن ثم انا بحفز فكره الاستثمار ان يكون هناك تحفيز لميكانه الخدمات الحكوميه عشان المواطن ما ياخدش وقت في تاديه الخدمه الخاصه به ان يكون هناك توفير فرص عمل للشباب وده يمكن ملف انا مهتم بيه بشكل كبير لان مساله الشباب يشكل ما يقارب 60% من المجتمع المصري ومن ثم فكره استثمار الشاب المصري وان احنا نوفر فرص عمل ده امر مهم جدا سواء في مشروعات قومية او حتى في القطاع الخاص وان انا يكون لدي يعني ضوابط لكيفية ان انا يعني اخلي الشاب عنده طمأنينة في ان هو يتعامل مع القطاع الخاص بالضبط وده امر مهم جدا بنعكف خلال الفترة الحالية ان يكون هناك قانون سيتم مناقشته ان شاء الله ضمن لجنة القوى العاملة تحت مسمى قانون العمل الجديد. كل الكلام ده مرتبط ببعضه ومن شأنه طبعا هو زي ما سيادتك تحدثت اعلاء قيمة المواطن وتوفير بيئة مناسبة للمواطن المصري. شكرا استاذ احمد. شكرا جزيلا النائب الشاب الخلوق. شكرا جزيلا رئيس لجنه الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات في مجلس النواب. شكرا فندم. شكرا جزيلا سعيد ممتع جدا والوقت دهبنا ونعتذر عن المداخلات في مداخلات كثيره جت لكن احنا طبعا الكلام كان مسترسل واعتقد احنا وضحنا كل حاجه. نشكركم اعزائي المشاهدين كل سنه وانتم طيبين يا رب سنه سعيده ان شاء الله جديده علينا كمصريين 2020 تكون بداية الرخاء والراحة وكذلك شحذ الهمم للمصريين للعمل ووسط العمل لإعادة بناء بلدنا. كل سنة وانتم طيبين وتصبحوا على خير.